السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن ملك حكم مصر وهو الملك رمسيس الثاني، من أعظم الملوك الذين حكموا مصر في الأسرة التاسعة عشر بحسب تقسيم تاريخ مصر القديمة. بداية رجاء الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصل لك كل ما هو جديد من قناة 100,000 أمبير. وإليكم بعض المعلومات عن واحدا من أعظم الملوك المحاربين على الإطلاق في تاريخ مصر، وابن المحارب الجسور الملك سيتي الأول حفيد الأمجاد. أطلق عليه المصريون الجد الأكبر، وبعد وفاته كان أول من أطلقوا عليه ابن مصر البار. ولد الملك رمسيس الثاني سنة 1311 قبل الميلاد، وتوفي عام 1213 قبل الميلاد، أي عاش لمدة 99 عاما تقريبا، وهو ابن الملك سيتي الأول والملكة تويا. ومن أكبر أبنائه الأمير رمسيس خعمواس، ميرمبتاح، ميري آتوم، بنت عنتا، ميرت آمون، نبت تاو. وللعلم الملك ميرمبتاح هو الابن الثالث الذي خلفه الحكم بعد وفاة أخيه الأكبر حعمواس. ومن أعظم الآثار التي خلدها معابد أبو سمبل أبيدوس، الرامسيوم، معبد الأقصر ومعبد الكرنك. ونصب الملك رمسيس الثاني وهو في سن 14 وليا للعهد من قبل والده سيتي الأول، وكما يعرف بأنه حكم مصر لفترة 78 عاما وشهرين وفقا للسجلات التاريخية المعاصرة لمصر. الملك رمسيس الثاني له تاريخ مشرف في ساحات القتال، وخاض القتال أمام أكبر قوة عسكرية في عصره على الإطلاق، المتمثلة في الإمبراطورية الحيثية القابعة في آسيا الصغرى، والتي امتد نفوذها العسكري إلى سوريا الشمالية. واصطدم معه في أكبر معركة في تاريخ العالم القديم، المتمثلة في معركة قادش بشمال سوريا، وتمكن فيها من تحويل الهزيمة المحققة في بداية القتال، والذي يرويها بنفسه في خضم المعركة، وألحق بأعدائه خسائر عسكرية وبشرية فادحة. لقد كانت معركة قادش بمثابة حرب عالمية بمعنى الكلمة، واجهت فيها مصر تحديا كبيرا لم يتمثل في الحيثيين فحسب، بل وفي حلفائهم في شمال سوريا وآسيا الصغرى، حيث تحالف مع الجانب الحيثي نحو 20 ولاية ومملكة من هذه المناطق لمواجهة الجيش المصري. ولكن الملك الشاب إنذاك كان كفءا لهذا التحدي الحربي والسياسي الكبير. وفي أعقاب قادش واصل رمسيس حملاته الحربية وانتصاراته في سوريا وكنعان، ونجح في مجابهة النفوذ الحيثي في المنطقة، حيث قام رمسيس بإعادة غزو بلاد كنعان، فلسطين، ومناطق الساحل الفينيقي، وبلغ قمة مجده الحربي بغزو مدن دابور وتونيب في شمال سوريا، واللتان كانتا تحت سيطرة النفوذ الحيثي منذ فترة طويلة. وتدل نقوش معابد الكرنك، رمسيوم والأقصر على فتوحاته العسكرية،
وبطولاته الخالدة التي أعقبت ملحمة قادش. وعندما علم بالهجوم من بعض المتمردين على الحامية الشمالية، وفي نهاية الصراع السياسي والحربي العنيف مع الحيسيين، وافق الملك على طلب الحيسيين بعقد معاهدة السلام والتحالف معهم، منهيا 50 عاما من الصراع السياسي والحربي العنيف بين القوتين الكبيرتين في منطقة الشرق الأدنى القديم. لقد كان رمسيس عظيما حقا في سلمه كما كان عظيما في حربه، وعقد في العام 21 من عهده معاهدة السلام مع الملك الحيسي خاتوسيل الثالث، والتي انتهت بزواجه من ابنة الملك الحيسي في العام 34 من عهده، والتي اطلق عليها الاسم المصري مات حر نفرورع تكريما لها. كما اطلقت على رمسيس العديد من الالقاب، منها الملك البناء لكثرة عدد وكمية الانشاءات التي حدثت في عهده، وعلى رأسهم معبد أبو سمبل عرابة أبيدوس، والذي صمم ببراعة تتحدى الزمن. كما شيد رمسيس الثاني العشرات من المسلات والتي يوجد الكثير منها خارج مصر، وعلى رأسهم المسلة التي تزين ساحة الكونكورد في باريس. والكلام عن الملك رمسيس الثاني يطول، لنوفيه حقه، هو شمس الحضارة المصرية بلا أدنى شك. ودفن الملك رمسيس الثاني في وادي الملوك في المقبرة 7، إلا أن المومياء الخاصة به نقلت إلى خبيئة المومياوات في الدير البحري، حيث اكتشفت عام 1881، ونقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة بعد العثور عليه ب5 سنوات. وكان رمسيس يبلغ ارتفاع قامته 170 سنتيمتر، وأظهرت الفحوص الطبية الحديثة على المومياء ظهور آثار للشعر الأحمر، ويعتقد أنه عانى من روماتيزم حاد في المفاصل في سنين عمره الأخيرة. لقد عمل رمسيس الثاني على تسجيل تاريخه على الكثير من جدران معابده الكبرى التي بنيت في عهده، وكأنه يرغب بشدة في تخليد هذا التاريخ وهذا الكفاح الذي كان تاريخا لكل المصريين وكفاحا لهم جميعا. فحين تجول أبصارنا بين جدران معابد الرومسيوم وأبيدوس والأقصر والكرنك وأبو سمبل وبيت الوالي وغيرهم، تكاد الجدران تتحدث عن مصر في عهد هذا الملك الجسور. فنقوش معركة قادش الرائعة، وحملات رمسيس العظيم المظفرة في سوريا وفلسطين وكوش النوبة العليا، تكاد تتحدث عن نفسها ومد حدود مصر وحمايتها من كل ما يحيط بها من أخطار وطمور. وإلى هنا أكون قد انتهيت من بعض المعلومات عن هذا الملك العظيم رمسيس الثاني. انتظروني في حلقة أخرى إن شاء الله عن ملك جديد حكم مصر، لمعرفة تاريخ بلدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.